وكلا فزيري ثو سنرني وسفتي ذي وث سيلو كلا ثان الدولا خدمني وكنا سنرني ثذم سان ذي ثمورث النغا ويوكني مولانا انت ذريم سيدو ذي سعان اسن فارنا ذي سين في اللسن اسبديان لوزينات نسن غفاكال ندولا لو كالا يان ثل ديد السان في غرغرتنا النوميريك ارادك سن مران يعوقني تمقارن امسفتيين زيك وين يبغانا ذي السفتيان ذي جر ذي منس ذي تغرغرتان بلا ما يتزل سيل إدارة غفايض المنصة الرقمية للمستثمر التي ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به في 15 ولاية الآن لترتفع إلى 21 ولاية على الساعة الثانية بعد الظهر. يعني اليوم سنصل إلى 22 ولاية ب 904 قطعة أرضية بمساحة أولية تقدر ب 563 هكتار. لتتبع تدريجيا بإدراج الولايات المتبقية حيث سيتم تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة بإضافة عقارات جديدة مهيئة وقابلة للاستغلال. في غرغرتان أن أمريكا أثغنا وثيك توخصن أسفيديان سقوكال أسفتيان وذي توخصن دي ثمسا أنند فلاس ذا كان الثين الذي عاونن إمسفتين إزاريين أو كذي برانيين يقبغانا دي سفتين ذي ثمورت النغ ديماراج دي لا بلاتفورم نوميريكا تسيلي إن شاء الله صادير va donner toutes les chances à tous les investisseurs ou لاش تمعرفة ويد دوسينا وكا ونكسع الحاق يسعى المجهود باش هذي يخدم ثمورت النغ كتورا ماشي مزيك تصور par exemple un agrément بعدا تروح تسال على البنكه نغر لي دومين لا فيسكاليتي كل شيء لا تاكي سيتي لا dernière étape à ساكي ان شاء الله اتدو ذي ثمرة النغز قوسا كاين مربوح لان تصل لي دوسي نسعى لانفستيسمون كل العقارات وضعت في المنصه لانه هي شفافيه بحكم انا نجي مستثمر وجي مستثمر الف مستثمر با كلنا عندنا نفس الحقوق على 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 اختيار العقار ذا قديم ام قراني في الحان لو كلام في الجزائر نسنرني اسفتين سلق ذي شان يمي غادي سهيل اسفيديان سكوكا اسفتين اكن اردي لي صفان ذل عذل ذكتيكشين نص صفان وكال